Thank you, Arthur. معكم فهد من غات بلاليط ومعي أبوي وأخوي خليفة. السلام عليكم. صباحكم الله بالخير أو مساكم الله بالخير، كل حسب توقيته. صح، كل حسب توقيته. في منكم من الحين عنده وقت ليل، ومن فيكم الحين عنده وقت نهار. إيه. اليوم عندنا تكملة الألعاب المرشحة لجائزة جيم أورد. في قناتنا راح تلقون مترويد، وراح تلقون ريزيدنت إيفل 8، وراح تلقون ستيك 2، وهذه اللعبة الرابعة اللي هي سايكونات 2. لعبة مميزة في الجرافيك، في الفكرة، في التصوير، في الاستخدام. اللعبة ما هي سهلة، منافسة شرسة جدا، مع ان انا بالنسبة لي عندي انطباع معين او اختيار معين لافضل لعبة في هذه السنة، لكن هذا سابق وقته في حلقة خاصة تكلمنا عنها في تويتر. الموضوع اليوم لعبتنا شنو؟ سايكونات 2، جنون السايكو او شيء كذي. ممكن انت ادرى. هذه اللعبه راح يكون تقييمها كتقييم اي لعبه نلعبها بشكل عادي اول مره. تقييمها راح يكون من 3 محاور رئيسيه: الجرافيك والوضوح والرسوم من درجتين ونص، التحكم وقوامات الشخصيه من درجتين ونص، والقصه من 5. يكون كذي عندنا 10. للامانه فكره اللعبه مختلفة جدا عن أي لعبة تلعبونها ثانية. اللعبة لها خصوصيتها، لها البعد الدرامي الخاص فيها اللي ما تتشابه فيه مع أي لعبة ثانية. خلكم ممكن تشوفون الرسوم اللي الحين ظاهرة عندكم في الشاشة نوعا ما تعجب الكل، وممكن يستسيغها، لكن مو كل شيء نحكم عليه في الصورة. في أشياء تحكم عليها، تحكم بالقصة، بالفكرة اللي المؤلف حطها لنا. أنا أعتبرها تحفة فنية من حيث الفكرة، تحفة فنية فعلا. فايش عندك الحين؟ انت تقول الرسوم خايسة، بدين تعرف القصة، بدين تقول عرفت ليش كذا الرسوم خايسة. ممكن بس ممكن. شوف، يعني هي صايرة يعني منسجمة مع بعض، ماشية. يعني الرسوم ماشية مع فكرة اللعبة. يمكن لو ركبنا اشكال حقيقية او بشر حقيقيين ما راح تركب القصة، ممكن تقول لا. لكن هي يعني سبحان الله هي راكبة على بعضها وماخذة ستايلها، واللعبة ناجحة. في الجزء الأول كانت ناجحة، وهذا الجزء الثاني. راح يكون التقييم بداية مع خليفة. أكيد. إنزين، كالعادة الجعدة نبلش فيه، فراح نحاوره في اللعبة، ثم نحاور فهد، ثم أنا، ثم نعطي اللعبة. هل اللعبة تأخذ صك القناة أو ما تأخذ صك القناة؟ الله الله يعلم. خلونا الحين نشوف، ننطلق مع خليفة وتقييم خليفة وانطباعه عن اللعبة. خليفة، لعبت اللعبة، جربتها، شنو رأيك فيها؟ طبعا احنا جربناها على البي سي، هي على الاكس بوكس اعتقد، مو موجودة على السوني ترى. ايه، هي على الاكس بوكس وموجودة على البي سي، فاحنا جربناها على البي سي، وهي لعبة اكيد مرشحة وناجحة، لكن احنا بنقيمها كنا احنا مستخدمين، صح ولا لا؟ ومقيمين، هذه هي شغلتنا الرئيسية. فخليفة حبيبي، قول لي انطباعك عن اللعبة، مو تقييمك انت. ايش لما لعبت اللعبة شنو حسيت؟ هل حلوة مو حلوة؟ حلوة. من اي ناحية؟ من ناحية صوتك على بابا؟ من ناحية الشخصيات وال الرسوم تقصد يعني؟ ايه. التحكم مالها، احنا ما نبي ندش، ابي انطباعك بابا. خلي التقييم على جنب، قول لي انت انطباعك عن اللعبة. انطباعك حلوة. حلوة اللعبة، عجبتك؟ ممكن تختمها؟ ايه، بالقناة. انت بتختمها حق الناس؟ ايه. تقدر؟ اوكي، ممكن ساعدني. اساعدك، ما في مشكلة. مع انه يعني انا صراحة للامانة انا قاعد افكر اوقف اي تختيم على القناة، القناة خليها بس للتقييم، التختيم مو اي لعبة نختم، بس اذا انت فيك شدة تختمها انا ما عندي مانع. المهم، اللعبة عجبتك كمثلا شخصيات، تحكم، عالم، شلون؟ شو اللي عجبك فيها؟ التحكم. التحكم، تحكمها حلو، سهل مو صعب؟ شوي. انت كل شيء صعب عندك بابا. التحكم يعني شوف، صح كلام، تحكم صعب. احسك شوي تحكم شويه صعب، شويه صعب. انزل خليفه، الشخصيه كشخصيه
عجبتك شكلها، طريقتها، الركض لما يتفخ بالونه وينجز، وعنده سوالف وايد هو. عجبتك الشخصية؟ شوية. حسيت مختلفة عن أي شخصية ثانية صح؟ يعني مو بطل ولازم يكون شكله حلو. شكله أصفر نفس الليجو. نفس الليجو بس هو مو ليجو. إيه. إنزين. خلاص خليفة الحين نروح حق تقييمك. إنزين أنا قاعد أسحب منك الكلام يلا يطلع. إنزين نروح حق الرسوم الجرافيك والنقاوة. كم تعطيها؟ واحد. واحد ما عجبك يعني واحد نازلة؟ إيه. الرسوم ما عجبتك؟ إيه. أوكي واحد. والتحكم ومقومات الشخصية؟ مينة. زين ممتاز. إيه. عجبك. بس الرسوم يعني لك عليها مو حاب الرسوم وايد. إنزين. والقصة؟ خمسة. خمسة. كل المجموع كم؟ ثمانية من عشرة. ما شاء الله. ليش عدد خمسة؟ ليش عدد خمسة؟ يتذكرون أشياء أنا أحب كذي. تحب يعني إيش اسمه؟ يعني يتذكرون. أوكي. خليفة أعطاها 8/10 وهذه درجة وايد ممتازة. كون خليفة أصلاً من الناس اللي ما يعطون الألعاب ترى درجة عالية، فإن أعطاها 8/10 وهذا شيء وايد ممتاز بالنسبة حق عمره وحق الناس اللي نفس طريقة تفكيره ولعبه. الحين نروح ويا فهد. أنصحكم تجربونها. خليفة ينصحكم إن تجربونها واللعبة تستاهل يقول. يعني ممكن هذه تفوز بلعبة السنة؟ ما أدري. يعني مرشحة قوية. ها؟ على حسبك. هي هم مرشحين خمسة ألعاب. مترويد اللي مترويد. إيه نتندو لعبناها بالسويتش وهذه وريزيدنت إيفل 8 وديث لوب هذه راح نعرضها عقب الحلقة هذه إن شاء الله. شو ديث لوب؟ نزلناها أمس أنا وفهد راح نجربها وفي عندنا لآخر شيء شنو؟ إتس تيك تو. أي أحلى هذه ولا إتس تيك تو؟ خلينا نشوف فكرته. تيك تو. أحلى ها؟ عجيب ستيك تو عجيبة. زين. موجودة. خلوا فكرتكم ومقارناتنا بالنسبة للألعاب هذه في حلقة خاصة. الحين نروح ويا فهد وتقييم فهد. يس. وصلنا حق فهد. فهد قبل ما ندش في التقييم يبا نبي انطباعك عن اللعبة، فكرة العامة عن اللعبة اللي أنت كونتها. حلو. أنت جربت اللعبة وايد. أخذت فيها وقت، فقول لنا شنو إحساسك اللعبة؟ حلو حيل 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 الطريقة، وبعد يعني القصة مالتها حلوة والتحكم كان شخصية حلو حيل. شنو اللي عجبك بالضبط؟ بالضبط القصة. القصة فاهم القصة مالتها أنت؟ إيه تقلت لي. إنزين اشرح لنا إياها ببساطة. قصتها ان هذول الناس فيهم عقد نفسيه ودشون مخوخ ناس فيهم عقد نفسي ويشوفون العقد النفسيه شنو. لا مو هذه هي بالضبط، بس ان جزء من ان يعني تخلص المراحل ان تدش في عقول الناس. ايه عقد شنو. زين وعقول الناس راح تلقى اشياء ظاهره واشياء باطنه راح اقولها انا اكثر في تقييمك، بس ان هي الفكره مالت اللعبه انه مو عشوائيه، مو وحوش وبس. الوحوش هي عباره عن افكار الاشخاص. إيه؟ نفسها. حلو. انزين فهد حبيبي خل نروح حق الجرافيك والرسوم. كم من واحد ونص. واحد ونص. إيه؟ ليش واحد ونص؟ مو وايد يعني شخصيات شوي شوي. ها. انزين والتحكم وامكانيات الشخصيه؟ اثنين. التحكم صعب شوي بس ممكن تتعود عليه صح؟ ايه. انزين والامكانيات مالت الشخصيه ممتازه حيل. حلو طير وما يسوي. انزين الحين نروح حق القصه. خمسة من خمسة. القصه ممتازه فكرتها غريبه وحلوه. ايه وفيها يعني خلينا نقول فيها متعه. ايه حلو. فخمسة واحد ونص واثنين ثمانية ونص من عشرة. من عشرة. فهد ممتاز. فهد التوتال ماله 8.5/10 يعني 9. ما احنا ما 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 نجبر الكسر فش اسمه 8.5/10. الحين التقييم ينتقل لي يلا مع مناقشة الأولاد لي كالعادة. الحين وياي أنا إيه؟ أول شيء بقول انطباعي عن اللعبة. اللعبة تستحق التجربة. اللعبة مميزة مع أن أنا ما أحب هذا النوع من الرسوم، لأن كل شيء في اللعبة يقول لك أنا مختلف عن أي لعبة ثانية. أوكي. وايد ألعاب قصص فيها قصص وفيها دراما.
لكن هذه قاعدة تعالج أمور يمكن تكون فيك أنت بعد وأنت ما تدري. لما تشوف اللعبة تقول إيه أنا هم أسوي كذي، فممكن أنك مثل ما تقول تتجاوز هذا، خلينا نقول الفوبيا. يعني مثلا على سبيل المثال واحد يخاف من مرتفعات، المرتفعات فهني مثلا في شخصية منهم هم نفس الشيء، يمكن أنت مو حاسب نفسك لكن لما تشوف اللعبة راح يتضح لك ان انت فيك فوبيا من المرتفعات او فوبيا من الاماكن المغلقة. انا فيني فوبيا ما في انسان ما في انسان ما في يعني خلينا نقول اثر نفسي في شيء معين، ما في تقدر يخاف من شغلة مني، يخاف من دواء، يخاف من ابرة، يخاف من ظلمة، يخاف من مكان مسكر، ما في انسان الا تلقى فيه نقطة ضعف. طبيعي الانسان ضعيف اصلا، أضعف كان. أضعف كان. لأن كورونا صغرة حيل صغير يذبح الإنسان شلون؟ ما حين إحنا مو بهالمجال. فانطباعي عن اللعبة إنه تستاهل التجربة، أتمنى الكل يجربها. من قبل ما أقول تقييمها لأن تقييمها راح يكون صدمة. إنزين؟ تقييمها راح يكون صدمة. راح آخذ تقييم نقطة نقطة. إنزين؟ وراح أقول عندنا الوضوح والرسوم 2/2. ليش يا ابو فهد 2/2 صح؟ هذول لا وياي انت؟ لان ما في رسوم بهذه الشكل بهالاشكال. يعني تحس انه راكبه على اللعبه. تحس انه ما يقول لك سايكو في مرض نفسي، اللعبه فيها مرض نفسي. الرسوم والاشكال اي تحس في تناغم، في تجانس، في توازن ما بين الرسوم وما بين الدراما. في او اللي هو خلينا نقول القصه يعني عشان تكون اوضح واللعبه. فمن كذي احس ان الرسوم راكبه، فلما تكون الرسوم راكبه ما تقدر تقول انها سيئه. لان لو بتخيل اللعبه باشكال عاديه ما راح تضبط وياي، ما راح تكون، لا راح اقول لا لو كذي اضبط. لان احس ان في كوميديا يخفف نوعا ما من ماني قايل الغموض ولا انا قايل الرعب، خلنا نقول تخفف من وقعة انك قاعد تدش في عقول ناس هم مريضين نفسيا وقاعد تنصدم في القصص مالتهم وفي وضعهم. فاشكالهم الكوميدية لها علاقة في تخفيف هذا الثقل. ترى انت لو تحط اشكال صجية وتلعب يحوشك كدر، يعني يضيق خلقك. قاعد العب واحد مريض نفسيا ولا مينون ولا 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 شويه نوعا ما يصير فيها غلقه السالفه. لكن اشكالهم واشكال الوحوش والمكاتب والبيئه اللي هم عايشين فيها قاعد تخفف من وطئه او تخفف من ضغط القصه اللي هو تعتبر بالنسبه لي من القصص الثقيله. ترى على تشوفها شيء تقول هذه قصه ثقيله، اقول لك ايه لا قصصها ثقيله، وراح اني حق القصه راح اقول لك ايش قصصها ثقيله. فعطيتها 2/2. نروح حق التحكم ومقومات الشخصية. التحكم ممتاز، مقومات الشخصية ممتازة. التحكم شوي صعب وممكن فيه عيوب شوي بسيطة لكن حلو ممكن تتجاوزه. يمكن التحكم احنا صعب لنا ان جويستيك باكس بوكس، لا ما له علاقة، بس احس انه يعني مو صعب لعملية انك ما راح تقدر تتعلمه، وهني المشكلة. زين، فالتحكم ممتاز راح تتعلمه مو صعب، زائد ان مقومات الشخصيه وتطورها وامكانياتها التطوير مال الشخصيه بشكل عام ممتاز. فعطيتها 2/2. نروح حق الشيء اللي هو اساس الدرجات العاليه، القصه. 5 وانا مغمض. 5 وانا مغمض والله صح. القصه اللعبه قاعد تكلم لك عن مشاكل نفسية في مجموعة من الأطراف. يعني أنا ما ودي أحرق اللعبة، لكن يعني لما الشخصية تدش في عقل إنسان وتشوف الظاهر في العقل، أول شيء إنه يعني إنه هو فعلًا مناسب اللي في العقل مناسب للهيئة الخارجية والتكوين الخارجي. شلون يا أبو فهد؟ أوضح لك أكثر. يعني مثلا اكو شخصيه من الشخصيات راسك عود، هذا اللي راسه عود يسمونه كابتن او يسمونه اللي يسمونه الرئيس، اللي راسه كنا بطاطه، اللي هو صديقه. يعني هذه الشخصيه تشوفه
عسكري ومتحمس وكأنه في الجيش. في الجزء الأول لما دش في راسه شنو لقى؟ لقى حرب، حرب وما ودنيا وقصة و... فاللي داخل العقل في الظاهر أول ما تواجهه هو مناسب لتكوين الخارجي للشخصية. لما توصل حق الباب المغلق اللي موجود في راس هذا الشخص، أو خلينا نقول الصندوق اللي هو الصندوق الأسود اللي فيه أسرار الشخصية، راح نعرف أن هذه الشخصية أصلاً ودها تكون عسكرية لكن ما قدرت تصير عسكرية، فصار في مثل تقمص دور وده أنه يحققه لكن ما قدر يحققه. واضح شلون؟ هو كان وده يكون عسكري لكن قدم على جميع الكليات وما قبلته، زين؟ فصار في تأثير نفسي فتقمص دور العسكري وهو أصلا مو عسكري. ماشي؟ فهني حلاوة اللعبة أن أنت مو بس تلعب وتركض وتطق وماكو شيء، لا، كل شخصية لما تدش العقل مالها راح تلقى شيء ظاهري وشيء باطني. الشيء الظاهر اللي هو لا أثر واضح على الجسد الخارجي، الشيء الباطني هو اللي موجود في البلاك بوكس، الصندوق الأسود اللي فيه إسرار كل إنسان. كل واحد فينا، كل إنسان عنده بلاك بوكس، كل إنسان عنده في صندوق أسود في أسراره اللي ما يقولها حق أحد، في أسراره اللي خلينا نقول في المخاوف النفسية اللي يعاني منها. شفتوا شو أنا قاعد أتكلم في عمق؟ اللعبة هي كذي. فشلون ما تبوني أعطيها خمسة؟ أعطيها خمسة وأنا مغمض ومرشحة وبقوة صراحة. فالتوتال مالي 9 لكن عشان خاطر اللعبة راح أعطيها 10/10. تستاهل القصة مالتها، تستاهل تكون اللعبة هذه 10/10. وأتمنى يعني إنه جربونها. أي طبعا تجربونها، لكن بنفس الوقت الألعاب اللي مثل هذه يعني توصل لمرحلة جزء أول ثاني ثالث وتكفل، أو جزء أول ثاني تكفل، لا تطول زيادة. ليش؟ بس ممتازة لكذي. أنت قاعد تعرض لي الحكمة، أنت ما تبي تعالج المريض فيها، أنت تبي تبين حقيقة البشرية أن كل إنسان عنده وي الناس تشوفه وي الناس ما تشوفه. زين، أنا قاعد أوريك شيء وهذا الشيء يمكن يكون له بعد نفسي يمكن ما له بعد نفسي. السالفة كبيرة يا جماعة، شوفوا اللعبة جربوها واستمتعوا فيها، فعلا تستاهل. ومن عندي أعطيها 10/10 عشان القصة والفكرة، القصة والفكرة فعلا تستاهل. تكملة للجزء الأول سايكونت، الجزء الثاني ممتاز ومرشح بقوة. نكون كذي خلصنا التقييمات. إنزين، في أحد عنده معارضة؟ تبون أعطيها صك القناة ولا لا؟ في صورة أحطها أنا مثل صك إن اللعبة هذه لازم كل يجربها. حطها، ها حطها، تستاهل صح؟ تاخذ صك القناة لأن كلنا 8/8.5 وأنا 9 وأعطيتها في الأخير 10 وكلنا متفقين. نمت 30 وكذي. لا لا تقريبا، لا ما نجمع احنا. لا لا، ما هي الفكرة ان اللعبة تستاهل 10 وتستاهل التجربة. واشتروها، اللي عنده بي سي يشتريها، واللي ما عنده بي سي عنده اكس بوكس يشتريها، واللي ما يقدر يشتريها يتسلف جهاز رفيجه ويلعب فيها. اللعبة تستاهل، واتمنى الكل يجربها ويفكر مو بس تلعب وبس، فكر شنو المقصد من الدراما وفكر بنفسك. يمكن انت ساعات تقول يعني انا فيني هالشيء، انا ما فيني هالشيء. زين، اللعبه هم ترى تقول لك انه ممكن تنجح بشيء الناس تحاربك، هذا طبيعي ان اي واحد ممكن يكون ناجح بشيء والناس تحاربه. فاللعبه راح تبين لك وايد مبادئ ووايد اشياء مهمه ممكن انت تستفيد منها وتخليها في حياتك. الجيمز مو عمليه فن وبس، في انواع من الجيمز لازم تفكر شنو المضمون وشنو المقصد من الكاتب، شنو اللي يبي يوصل للكاتب. نكون كذي خلصنا من هذه اللعبه، وانتظرونا في لعبه ديثلوب، راح تكون ان شاء الله معانا باكر او عقبه اذا الله سهل. ونكون كذي تقريبا غطينا جميع الالعاب الخمسه المرشحه من خلينا نقول مهرجان جيم اوورد. فدام لنا خلصنا، شنو نقول؟ لا تنسون الدعم في اللايك والشير والسبسكرايب. نشوفكم على خير وفي امان الله. سلام عليكم. Thank you, Arthur.